كم قطعت الدنيا أيها الإخوة من طريق إلى الله عز وجل. الدنيا لا تتعارض مع أوامر الله سبحانه وتعالى، إنما تكون الدنيا والأخذ بها مذمومة إذا أشغلت عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو قطعت عن طريق الله سبحانه وتعالى بأن صرفت المسلم عن الحلال إلى الحرام، وعن الحق إلى الباطل. وكم من أناس تركوا الحق من أجل الدنيا. وكما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الطمع في الدنيا من أعظم أسباب الانحراف عن الحق، والزهد بها من أعظم أسباب الثبات والاستقامة. فإذا دعتك الدنيا إلى ترك الحق فاعلم أنها زائلة. هل تساوي هذه الدنيا ترك الحق وترك الإيمان وترك الطاعة وترك الاستقامة على أمر الله عز وجل؟ لا تساوي. ولهذا قال الله جل وعلا: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد في الدنيا ليس ترك المطعم والمأكل والزاد والمشرب، وإنما ترك خلطتها بالحرام والبعد عما اشتبه، هذا هو أعظم ما يكون من الزهد. أيضا من أسباب